بعد ما نعمل الموديل بريدكت هنعمل له شو بالبي ال تي بالماد بلوتليب، بعد كده بنطبع الارج ماكس، بعد كده الارج ماكس ده القيمة المتوقعة والقيمة الحقيقية. انت اختار بقى اي صورة تغير بقى في اللي هي الاو دي، تختار اي صورة براحتك عشان تعرضها تشوف القيمة المتوقعة بتاعتها والقيمة الحقيقية اللي هي اللاعب الحقيقي والقيمة اللي توقعها الموديل. في اخر حاجة خالص بقى ايه، بنحفظ الموديل بتاعنا الموديل دوت سيف اتش باي، بينزل لك هنا في المكان ده بيظهر لك كده جنب الملف، تدوس عليها يجيب لك هو اللود. بعد ما تحوله وتحمله تفتح بدل ما بنرسم على كل اللعيبه نفس المربع بنفس اللون، لا احنا هنرسم على اللعيبه مثلا في الفرقه المعينه لون والفرقه التانيه لون والحكم لون. فاحنا بنعمل ايه بنفس الحاجه هنا، بس بنزود سطر هنا الموديل بتساوي لود موديل موديل دوت اتش 5. طبعا لازم تحط الموديل، مش لازم بس يعني يفضل ان انت تحط الموديل اللي انت هتحمله في نفس ملف المشروع بتاعك عشان تكتب اسمه على طول. بتاخده كوبي هنا من مكان ما انت حملت الموديل من كولاب وتحطه هنا بيست في ملف المشروع بتاعك. بعد كده بتقول له هنا ايه، طبعا لازم نعمل لود الفانكشن لود موديل من التنسر فلو كارس مودلز الفروم نم باي امبورت ارج ماكس عشان نجيب اعلى قيمه هو توقع اعلى كلاس هو توقع ليه سكور السكورز بتاع الكلاسس يعني. نزل تحت نفس الكلام نفس الكلام اللي احنا بتاع المره اللي فاتت، هنجيب الكلاسس وبنجيب نقرا بقى هنا صوره عاديه كده بصينا عليها الصورة دي. انت ممكن تعملها طبعا مع فيديو، بس يعني ايه خلي الفيديو ده قدام شوية ان شاء الله. دلوقتي بس هنعملها مع صورة عشان مثلا هنعمل بريدكت للصورة دي، بنعمل اي ام ريد ليها، بعد كده بنجيب الشيب بتاعها، بعد كده بلوب فروم ايمج عشان كل ده تبع اليولو. كل ده شرحناه في اليولو المرة اللي فاتت. احنا بنجيب هنا الاكس والواي والدبليو والاتش بتاع الباوندنج بوكس بتاع الاوبجكت بتاعنا، وفي الاخر بنعمل ان ام اس ان احنا نجيب النون ماكسيمم سبريشن بوكسز اللي هو بيجيب لك الافريج بتاع كل بوكس. يعني مش الافريج يعني ايه، شرحناها المره اللي فاتت، اللي احنا لو عندك كذا مربع جنب بعض فهو بيجيب لك الافريج بتاعهم عشان هو ساعات بيتوقع الاوبجكت ده كذا مره، هو الويندو بتاعه البيول بتتحرك كده ايه ساعات بتلقط الاوبجكت اكتر من مره، فانا محتاج بس مربع واحد. بعد كده بننزل تحت بنلف في المربعات دي، بنجيب الكلاس بتاعها الليبل بتاعها والكالر بتاعها برضو. بعد كده بنقول ايه في ليبل بتساوي بيرسون، لو الليبل ده بيرسون يعني لعيب بتجيب الار او اي بتاعه، تجيب تقطع اللعيب ده من الصوره وبعد كده تعمل له ريسايز 66 عشان ده الحجم بتاع الموديل اللي بيعمل الموديل بتاعنا ليمود بتاع الموديل. بعد كده بنقول له موديل دوت بريدكت ان بي دوت ري شيب بالار او اي 166 3 وتطلع في الواي ام. بعد كده بنقول الواي ام سواء ارج ماكس الواي ام بنطلع اكتر كلاس جاب سكور في الكلاسات اللي عندي، هما طبعا ثلاث كلاسات الفرقه الاولى والفرقه الثانيه والحكم. نقول لو الواي ام دي بزيرو هتعمل باوندنج بوكس عليها بس بلون مختلف، وكذلك الحل لو الواي ام بواحد وكذلك برضه لو الواي ام باتنين. بعد ما يخلص يعمل لي اي ام شو للكوبي اللي انا رسمت فيها الباوندنج بوكس. تعالى كده نمرنها ونشوف. عرض لنا هنا البريدكت اللي هو توقع له الصوره، طيب زي ما انتم شايفين اللعيبه اللي باللون الابيض اللي هي الفرقه لابسه تيشيرت ابيض بتوقعها حوالين الباوندنج بوكس الاخضر، واللعيبه اللي تيشيرت ازرق بيعملها في الباوندنج بوكس الاحمر والحكم بيخليه باللون الازرق. ممكن هنا ساعات بتلاقي حاجات كتير، ساعات بتلاقي ايرور، اكيد هتلاقي ايرور في البريدكشن. ساعات بيطلع كده ايه ان اللاعب مثلا لابس تيشيرت ابيض بيطلعه حكم او بيطلعه من الفرقه الثانيه، لان ده طبيعه الموديل بتاعنا ما بيتوقعش ايه بنسبه 100% اكيورسي. ف
بتحل انت المشكله ازاي بان انت تزود التريننج سيت عندك؟ يعني انا حطيت لكل كل كلاس لكل فرقه مثلا، او لكل كلاس عندي في الموديل حطيت له مثلا ضربته على 100 صوره او 50 صوره بس ليه. فانت ممكن تزود او تعمق اكتر النيورال نتورك اللي احنا عملناها بالكرس، ممكن تعمقها اكتر او تخليها ديب اكتر، فممكن يطلع اكيورسي احسن. وكذلك برضو الحال اللي انت بتزود في التريننج سيت وبتزود في الايبوكس طبعا عشان تطلع نتيجة احسن. نقفل دي كده خلاص. هنا بيطبع لك الاندكسس اللي هو لقاها هنا اهي، اللي هي بعد اللي احنا طلعناه من الان ام اس بوكسز، بيطلع لك البوكسات اللي احنا هناخدها بس من النتيجه للنان ماكسيمم سيبريشن اللي هي الاوت بوت دي. مش عايز تطبعها براحتك برضو، ممكن نشيلها كده خالص. فبس هو ده كان الفيديو التاني بتاع الكلاسيفيكيشن بتاع اللاعبين. ان شاء الله المره الجايه طبعا انت ممكن تستخدم اي تكنيك طبعا عشان تعمل الاوبجكت ديتكشن للاعبين، يعني مش شرط تستخدم اليول، ممكن تستخدم التنسر فلو اوبجكت ديتكشن اي بي اي، البي واي تورش، اي تكنيك تاني يعني انت براحتك بقى. يعني يفضل يكون تكنيك اسرع من السريع اكتر. جرب انت بقى ان احنا الابلكيشنات دي بتستخدم في الريل تايم او ان في الفيديو انت بتجيب له كذا صوره، فاليولو ممكن تكون بطيئه شويه معاك، انت بتحتاج جهاز كويس. يعني انا خدت معانا وقفت كمان الفيديو ده عالج فريم واحد بس، انا وقفت الفيديو عادي دقيقه كده لغايه ما عالج الفريم، انا عندي الكمبيوتر ضايع خالص. ف ممكن تستخدم تكنيكات تانية براحتك. يعني المره الجايه ان شاء الله هنشوف ازاي بنعمل بول ديتكشن او ديتكت للكوره بتاعتنا اللي في الملعب بالتمبلت ماتشنج.